مشاهدين موقع صدى البلد، برحب بحضراتكم من جديد. ضيفنا النهارده بدأ ينشد من طفولته في الإذاعة المدرسية، وحبه للإنشاد كبر مع الوقت وقرر إنه يكمل في الإنشاد الصوفي. سافر للخارج عشان ينشر الأناشيد الدينية بصوته، وشارك في أكتر من عمل فني، وأخيرا لقبوه بالعاشق الولهان. تعالوا نتعرف أكتر على الشيخ جودة هيكل. شيخ جودة، منورنا ومنور صدى البلد، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحياتك طيب. أولا يعني قول لي كده، انشاد ديني نبدا بيه، وبعد كده نبدا ازاي بدات والبدايه كانت عامله ازاي. سروري برؤيا المخلصين احبتي، من جملوا بالحال بعد الهدايات، أنسي وطربي وابتهاجي ولذتي، إذا ما خلونا في رياض المعية، تتوجنا الأقدار، تيجانا الرضات، بكواكب المجلة، نعم وهيبة قدرتي، تناولنا الأقدار بالفضل خمرة أحدية ممزوجة بالحكمة، رجال رجال على قدم الحبيب سيدنا النبي، رجال على قدم الحبيب، صاروا نعم من بعد رشف المدامة، يناديهم المختار، هيا فاخلعوا لنعالكم إن رمتمون محبتي، ومن بعد خلع النعل هيا فادخلوا لوادي الصفا القدسي، دار الكرامة. الله يفتح عليك. حلو قوي. قول لي بدايتها كانت عامله ازاي، وكانت من امتى اصلا؟ انا راجل قروي من محافظة الشرقية، من بلد تدعى الصنافين، مركز ميديا القمح. هذه البلدة أنا أسميها عش الصالحين، لأن بها من مقامات العارفين كثير. فأنا طلعت من صغري لقيت الموالد بتتعمل، فهذا الأمر لفت نظري وحبيته. وفي المراحل الابتدائية أنا كان عندي شجاعة أن أنا أقف قدام الميكروفون في المدرسة الصبح، ابدا طابور المدرسه بايات قران. فكان عندي جرأة من صغري ان انا اقف قدام. من سن كام كده؟ من سنه ثانيه ابتدائي. مع ان في بعض الناس تشوف ان ده محبط. نعم. يعني لما حد يقول لك في البدايه انت هيقابلك حاجه وحشه قدام، هو زي ما يكون بيقرا لي الطريق يقول لي استحمل، هو فاهم اكتر، او لسه انت احفظ واعمل وسوي واعمل كذا، كانه بيديني رشوطه للي جاي. تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. وبدات بقى، وبالفعل دي ساعدتني كتير. ما كنت اقف قدام اي مشكله كنت اتذكر كلامه فاقول لا. فدي ادتني برضو دفعه خفيه ان انا اتحمل. من تانية ابتدائي لغايه الان كم سنه؟ لا كتير، مشوار كبير في البدايه. اه
عملت ايه بقى؟ يعني ايه اللي تطور في جوده يعني؟ ما هو من شده حب بقى للانشاد، فانا كنت موظف محاسب في احدى شركات القطاع العام، فاصريت ان انا طلعت معاش مبكر رغم صغر سني، وتفرغت للانشاد. ده بسبب الانشاد سبت الشغل؟ ما هو عشان يعني صاحب بالين كذاب، يعني انت هتبقى في الوظيفه صحيح. او كده بتسهر وتيجي تنام وتتعب واجازات وعواديت يعني. اطع امرنا نرفع لاجلك حجبنا، فانا منحنا بالرضا من احبنا، ولز بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وكن في حمانا خاضعا متذللا، وأخلص لنا أخلص لنا تلقى المسرة والهنا، ولتعترضن في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا، ويكسى جلابيب الوقار لأنه أقام بإذ لال على باب عزنا. بحس ان هو يعني غير الاناشيد الثانيه او غير الانواع الثانيه، ايه اللي بيختلف؟ ليه؟ اقول لك ليه. لان الشعر الصوفي متاخد من مشكات القران. طب متاخد من مشكات القران ازاي؟ كلام الشعر الصوفي اللي احنا بنقوله دوت قالوا ناس صالحين، ناس صالحين مش شعراء يعني. لا، الناس دي كان لهم علاقه مع الله جميله، ترجموا حالهم مع الله من خلال الشعر، فعشان كده تلاقي كلامهم ثابت ويمر عليه مئات السنين وكانه متقال دلوقتي. سبحان الله. ليه؟ لانه كلام صادق وبيخاطب في حال صادق في حال صادق، فيصل الى كل من يسمعه، حتى لو مش فاهم المعنى على الاقل بيتذوق الروح، بتروح له روح الكلمه صحيح. بتاثر فيه حتى لو مش فاهم المعنى. ده حقيقي والله. طب على ذكر القران ممكن نسمع حاجه من القران الكريم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن تبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قول لي ده بيعمل يعني الإنشاد بيمثل إيه لجودة الإنسان يعني نفسيتك؟ غذاء للروح والجسد. آه مش شغلانة، مش مهنة بتمتهنها دلوقتي، مش حاجة بتمارسها كمصدر رزق أو للشهرة أو للمعاد. لا 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 لا، أنا امتهنت هذا الأمر حبا وعشقا فيه. حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام والصالحين من عباده، ولقيت ده شيء محبب إلي فأنا امتهنته حبا وليس احترافا لأمر آخر. يعني عايز توصل لإيه بعد يعني بعد عمر طويل؟ هل لسه الطموح بيتجدد ولا خلاص بقى انا وصلت؟ انا كل طموحي رضا ربنا سبحانه وتعالى وحضرة النبي واهل البيت وما انا في رحابهم، هو ده كل الطموح. الرضا الرضا الرضا. شكرا جدا ليك، نورتنا وشرفتنا وزدتنا والله. الله يسترك. وعايزه اقفل بحاجه كده اخيره يعني لو مش هتقل عليك، انشاد حاجه اخيره. لآل البيت عز لا يزول، وفخر لا تحيط به العقول. ألا إني قد نزلت بحيكم أقول، على أبوابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل. أمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل، أكون نزيلكم ويضام قلبي. حاشا وكلا أن يضام لكم نزيل. أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. والله ما كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. وإني إن ملأت الكون مدحا لكنت مقصرا فيما أقول. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم ولحسن استماعكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.